أنا اسمي الوليد عبد الله الشهري وعمري 9. أنا اسمي عبد الملك عبد الله الشهري وعمري 7. أنا اسمي محمد عبد الله الشهري وعمري 6. يا ليت عندنا مكان كنا نجلس فيه عشان نلعب فيفا. أنا دائما أجي أنا وإخواني وجيراني وأصحابي نجي نلعب في البلاي ستيشن فيفا، بس ما في كنبة نجلس عليها. تلافي هناك باين. أنا كنت شوية جاي عند إخواني الكبار آخذ ملابسي أزعجهم. يا ليت عندنا دولاب في هذه الغرفة لنا كلنا. مكاتبنا بعيدة نبغاها كلها في غرفة واحدة. عندنا مكتب واحد نذاكر فيه، يحتاج 3 مكاتب عشان نذاكر فيها. في عندهم مشكلة موجودة في الغرفة اللي هي مشكلة العمود، فنحتاج هنا نراعي المساحات بشكل مرة كبير. الحلول ليهم موجودة كثير. إيكيا بتقدم حلول جدا رائعة بالنسبة لمساحات الغرف الصغيرة. الألوان حنحاول ندي شخصية للمكان أكثر، لأنه إحنا حنستخدم شخصيتهم وحبهم للكورة البلاي ستيشن، هو ده اللي حنستخدمه في الأكسسوارز. ما كنت متوقع انها تكون حلوة كده. طالع طالع شوف. انا سريري فيه انوار، انا سريري فيه مظلة، انا سريري طويل. كان دولابي هنا كثر، هنا راح اجيب ملابس هنا. مرة حلوة. شكرا لك.